أبو قاسم، جيبها الزرار. الحمد لله على السلامة مولانا. شو تقول لأبو فهد؟ هاي الحدو. شنطة زوار هواية مزيانة. واليوم احد غير؟ لا تنسى ما يدخلون قبل يوم بيومين. ايه؟ يلا يحجزون مكانات الكربلاء. سياراتهم غير الإيرانية، كارثة. ذاك الصوب مالتهم كلهم جايين بسيارتهم، يعني سيارتهم هواي. وهو يجوز هو يعني يزور، يعني يجوز هو ياخذ يومين ويرجع.